انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. سيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، مليون ومئة وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الدليل الثاني اللي قدمه الأنبا شنودة الثالث بابا الكنيسة المصرية السابق على صحة الكتاب المدعو المقدس. استخدمنا مراجع ومصادر موثوقة علشان نبطل الدليل ده. النهاردة هنتكلم عن الدليل الثالث اللي بيقول لا يوجد اختلاف بين جميع نسخ الكتاب المقدس المنتشرة في العالم، بل هي كتاب واحد. كذلك النسخ الموجودة من القرون الأولى للمسيحية لا تختلف عن النسخ الموجودة لدينا الآن بعد مرور أكثر من 2000 عام. وإن كان الكتاب المقدس الموجود معنا يضم العهد القديم الذي يحوي الديانة اليهودية، وهو نفسه صورة طبق الأصل من النسخة الموجودة مع اليهود الذين سبقت ديانتهم الديانة المسيحية بآلاف السنين. وإن كان الكتاب المقدس متوافق مع تفاسير آباء القرون الأولى بالمسيحية، فمن أين حدث تحريف الكتاب المقدس؟ ومتى حدث؟ وكيف حدث؟ وإن كان قد حدث، فأين الكتاب المقدس الذي لم يحرف؟ وهل لم تبق منه نسخة واحدة تشهد بقول القائلين بالتحريف؟ وإن لم توجد النسخ غير المحرفة، فكلام هؤلاء يحتاج إلى دليل على صدق قولهم. وإن عجزوا عن إتيان الدليل تصبح تهمة التحريف باطلة وخرافة لا دليل عليها. ثم ما هو قول هؤلاء إذا ما يعثر عليه الباحثون والمنقبون يوما بعد آخر من نسخ مخطوطة لأسفار الكتاب المقدس في الحفريات التي تقوم بها بعثات الكشف عن الآثار، وتحقيقها يثبت أنها من القرون الأولى للمسيحية ومطابقة لما بين أيدينا اليوم، مما يشير إلى أن الكتاب المقدس هو بعينه لم يتغير ولم يحرف. في كتب التاريخ، أي نوع من التاريخ، يعني لا التاريخ المدني ولا التاريخ الكنسي ولا أي تاريخ آخر، لم يرد فيه حادثة تحريف، وإلا يقولوا بواسطة من وأين متى وأين، وهل جمعت كل نسخ الكتاب المقدس وكل الترجمات في العالم كله من الأصدقاء والأعداء ومن المؤمنين والهرطقة، واتفقوا كلهم على أنهم يجمعوا كل النسخ ويحرفوها ككلام مش معقول أبدا. علشان نقول عن أي كتاب إنه محرف لابد نجيب الأصل ونجيب المحرف ونقارن، ونتيجة المقارنة نقول فيه تحريف. ففين الأصل وفين المحرف وفين المقارنة؟ لذلك يبدو أن الكلام ما يخشش تحت عقل. طيب أنا عندي فكرة لكل مسيحي بيتفرج على الحلقة دي، يجيب نسخة من كتاب البروتستانت ونسخة من كتاب الأرثوذكس ويقارن بينهم بنفسه. البروتستانت بيؤمنوا بكتاب فيه 66 سفر، والكنائس التقليدية زي الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا بكتاب فيه 73 سفر.
ده اختلاف كبير جدا ممكن ما تكونوش واخدين بالكم منه. يقول القس أثناسيو السبع الليل، مش فاهمة ليه اسمه سبع الليل، في كتاب متفرقات في المذهب البروتستانتي الجزء الثاني. البروتستانت ليسوا حاصلين على الكتاب المقدس الحقيقي، حيث أنهم قد غيروا فيه وبدلوا في نصه وحذفوا منه وزادوا عليه. ثم إن نتيجة هذا الباب هي أن الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون قانون إيمان البروتستانت لأنه ناقص عندهم ومحرف، وهذا بخصوص تحريفات البروتستانت للكتاب المقدس عموما. وللعلم ترجمة الفان دايك دي هي ترجمة البروتستانت وانتشرت في كل بيت مسيحي في العالم العربي، علشان كده الخطر الكبير من تحريف البروتستانت لنصوص الكتاب المدعو المقدس هو انها موجودة تقريبا في كل بيوت المسيحيين العرب. في الأرثوذكس متمسكين بترجمة الفان دايك بالرغم ما بها من تحريفات، والأرثوذكس بيتهموا الكاثوليك بتحريف نص في الكتاب المدعو المقدس. يقول بانوب عبدو في كتاب كنوز النعمة لمعونة خدام الكلمة أن الكاثوليك حرفوا نص أنت بطرس وجعلوها أنت الصخرة لتدعيم رياسة بطرس. كمان في نقطة تانية بتوضح التحريف اللي حصل، إن في أصفار كتيرة جدا مفقودة والأدلة عليها كتير جدا، منها أين ذهب سفر حياة الخروف في سفر الرؤية؟ ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. أين ذهب سفر حروب الرب المذكور في سفر العدد؟ لذلك يقال في كتاب حروب الرب واهب في سوفة وأودية أرنون. أين سفر ياشر المذكور في سفر يشوع؟ فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ أين سفر أمور سليمان المذكور في سفر الملوك الأول؟ وبقية أمور سليمان وكل ما صنع وحكمته، أما هي مكتوبة في سفر أمور سليمان؟ أين سفر المراسي المذكور في أخبار الأيام الثاني؟ وها هي مكتوبة في المراسي. أين سفر ناسان النبي ونبوة أخي شالوني وسفر رؤى يعد الرائي في أخبار الأيام الثاني؟ وبقية أمور سليمان الأولى والأخيرة، أما هي مكتوبة في أخبار ناسان النبي وفي نبوة أخي الشيلوني وفي رؤى يعد الرائي على يربعام بن نباط؟ أين سفر أخبار شمية النبي في أخبار الأيام الثاني؟ وأمور رحبعام الأولى والأخيرة، أما هي مكتوبة في أخبار شمعية النبي وعد الرائي عن الانتساب؟ أين سفر شريعة الله المذكور في يشوع؟ وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله، وأخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. أين سفر أخبار صموئيل الرائي وأخبار ناسان النبي وأخبار جاد الرائي؟ وأمور داود الملك الأولى والأخيرة، هي مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرائي وأخبار ناسان النبي وأخبار جاد الرائي. أين سفر توراة موسى المذكور في يشوع؟ فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى حتى لا تحيدوا عنها يمينا أو شمالا. الأنبا شنودة بيقول إن الكتاب المقدس فيه العهد القديم اللي بيتكلم عن الديانة اليهودية، والنسخة دي من الكتاب هي نفس النسخة اللي بيستخدمها اليهود، وديانتهم دي أقدم بكتير من المسيحية، يعني بقالها آلاف السنين. فعن أي توراة يتحدث الأنبا شنودة؟ ورد في قاموس الكتاب المقدس دائرة المعارف الكتابية شرح كلمة التوراة السامرية ما نصه، ويختلف النص السامري عن النص العبري فيما يقرب من 6000 موضع. فمثلا بدأت التوراة السامرية عبال بجرزيم زيادة في إكرام جبلهم المقدس، وتعزي معظم هذه الاختلافات إلى أخطاء في النقل وقعت من النساخ وقت الكتابة، أو إلى أخطاء متعمدة قاموا بها عن قصد وإصرار.
واضح ان الاخطاء المتعمدة دي ما كانتش موجودة في بال الانبا شنودة وهو بينفي عملية التحريف، مع انه بنفسه شارك في تحريف احد النصوص. فالنص الاصلي موجود في رسالة بولس الرسول الى اهل كولوسي، واللي بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. والنص ده بيثبت ان المسيح مخلوق، ولكن الكنيسة تحت اشراف الانبا شنودة عملت ترجمة جديدة تابعة لمطرانية الاقباط الارثوذكس ببورسعيد، وتم تغيير النص من هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة الى الذي هو صورة الله غير المنظور المولود قبل كل خليقة فانه فيه خلق الكل. فالتحريف تم علشان يكون متوافق مع عقائد الكنيسة. لا، ده بكر كل خليقة، ده تعبير غلط. الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. لأنك لما تقول بكر كل خليقة يعني هو أول المخلوقات. وتؤكد الترجمة اليسوعية وجود تحريفات ليس لها صاحب. فيقول المؤلف: فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف، فأضافوا عليه الفصل 21، ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق. أما رواية المرأة الزانية فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول، فأدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. أما المؤلف وتاريخ وضع الإنجيل الرابع فلسنا نجد في المؤلف نفسه أي دليل واضح عليهما، وربما كان ذلك مقصودا. بالرغم من كلام الأنبا شنودة اللي بيأكد على وحدة وتماسك نسخ الكتاب المقدس عبر العصور، لكن الأدلة والمصادر التاريخية وكتابات علماء المسيحية بتأكد عكس كده تماما، ووضحت ان في اختلافات جوهرية بين نسخ الكتاب المقدس المنتشرة حول العالم. مثلا الكتاب الخاص بالكنيسة الارثوذكسية بيحتوي على 73 سفر، بينما النسخة البروتستانتية بتضم 66 سفر فقط. كمان الكتاب الكاثوليكي فيه اختلافات عن البروتستانت، ومش بس كده، حتى نسخ التوراة اللي بتعتبر جزء من العهد القديم لها اختلافات كتيرة بين الطوائف المختلفة. يعني مثلا النسخة السامرية بتختلف عن النسخة اليهودية الرسمية. وبالنسبة لتفسير أباء الكنيسة في القرون الأولى فما فيش توافق كامل، لأن كل مجموعة من الأباء كان ليها تفسيرها الخاص اللي كتير من الأحيان كان بيختلف عن الآخرين حسب الفهم والتقليد اللي بيتبعوه. في النهاية الإدعاء بأن الكتاب المقدس محفوظ بدون أي تحريف أو تغيير مش مدعوم بالأدلة التاريخية والنصية اللي موجودة، والاختلافات دي بتثبت إن كان في تغيير وتطور للنصوص على مر العصور. وسيتم تفنيد الدليل الرابع في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.